وساسو في السوبر ماركت. سيمو، ساسو. نعم يا ماما. ممكن تساعدوني نروح نجيب طلبات البيت من السوبر ماركت؟ طبعا يا ماما، هنلبس بسرعة. معاكي لستة الطلبات يا ماما؟ يا سيمو، انا كاتبه كل الطلبات اللي احنا محتاجينها. طب ينفع احنا نحط الطلبات في العربية؟ ينفع يا ساسو. ممكن اشوف الليستة يا ماما؟ علبتين لبن كبار. هو صحيح يا ماما، واحنا ليه لازم نشرب لبن كل يوم؟ لانه اللبن يا سيمو في حاجة اسمها كالسيوم، والكالسيوم ده مهم قوي لصحة العظم والأسنان بتاعتنا. في ايه تاني في الليستة يا سيمو؟ جبنا مثلثات يا ساسو. اهي حطيتها. ودي المكرونة اللي ماما بتجيبها. وانا جبت معجون السنان. كده ناقشنا الفاكهة. ايه الفاكهة اللي عايزين تاكلوها حبايبي؟ ممكن موز، وانا ممكن فراولة او تفاح. الاتنين بحبهم قوي. ماما ماما ماما، ممكن شوكولاتة؟ ممكن يا ساسو، بس كل واحد فيكم دي حاجة حلوة واحدة بس. كل واحد يختار الحاجة اللي عايزها. أنا عايزة دي. لأ دي، لأ دي أحلى. هو ليه لازم واحدة بس يا ماما؟ لأن السكر اللي موجود في الحلويات يا ساسو خطر على صحتنا، ما ينفعش ناكل منه كتير. بيسوي سناننا، صح يا ماما؟ صح يا سيمو، بيكون غلط قوي على سناننا وجسمنا كله. وأنا بحبكم قوي وبخاف عليكم، علشان كده عايزة أحافظ على صحتكم. عارفة كمان يا ساسو، أنا كمان اتعلمت حاجة زمان، إني أشكر ربنا على كل حاجة، مش لازم يبقى عندي كتير، حاجة واحدة كفاية. ولو في حاجة مش عندي ونفسي فيها، ممكن أصلي وأطلبها من ربنا. وأنا هعمل زيك يا سيم. طب أنتي هتختاري أنهي شوكولاتة بقى؟ دي حلوة، وأنا هختار دي. يلا بينا بقى نروح ندفع الحساب.